دكتور سحر عزب، استاذ امراض القلب، كليه الطب جامعه اسكندريه. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور، كنا عايزين نسال حضرتك ايه الدور اللي ايه اعراض مرض الشريان التاجي. هو مرض الشريان التاجي دلوقتي مرض منتشر ومرض العصر، حوالي 70% من الناس بيصابوا بامراض الشريان التاجيه. ودلوقتي كان زمان مرض الشريان التاجي بيبقى مقصور على الناس اللي سنهم كبير، فوق ال 45 سنه 50 سنه. المشكله دلوقتي بسبب الضغوط وامراض العصر وبسبب الحالات التنشنز اللي موجود في على الناس، فبقى مرض الشريان التاجي بيظهر في سن صغير. بنشوف امراض قصور الشريان التاجيه في ناس عندها 25 سنه وعندها 30 سنه. ده بيرجع اولا للتنشن اللي موجود في الحياه وكل الضغوط اللي موجوده وطبيعه الاكل بتاعتنا وطبيعه شغلنا. احنا كل حركتنا عن طريق السياره، بنتحرك من هنا لهنا، ما بنمشيش حياه اي حياه رياضيه باي صوره من الاشكال. طبيعه الاكل بتاعنا كله حاجات كوليسترول ونسب دهون عاليه، فكل قله الحركه مع التنشنه مع نوع الاكل اللي بناكله، كل ده بيساعد على انسداد الشرايين التاجيه، بالتالي بيقل الدم اللي رايح لعضله القلب، وده بيؤدي لضعف عضله القلب وجلطات بالقلب. فلو احنا بدانا بس نتبع حياة مثالية، ان احنا نمشي كل يوم نص ساعة، ناخد بالنا من اكلنا، فكل ده هيقينا حوالي 70% من امراض الشريان التاجي. تمام. ايه الدور اللي بيلعبه الكوليسترول في القلب وامراض زي ما قلت ان هي طبيعه الاكل بتاعنا كلها حاجات بتحتوي على دهون عاليه وكوليسترول عالي. الكوليسترول ده نوع من انواع الدهون اللي موجود في الدم. هذا الكوليسترول بيترسب في جدران الشرايين وبيؤدي الى ضيق في الشرايين التاجيه، اللي بيؤدي ان هو بيقلل الدم اللي رايح لعضله القلب، وبالتالي بتدي عضله القلب تضعف. فاحنا لو كل يوم اخذنا بالنا ومشينا من ربع ساعه لنص ساعه، اخذنا بالنا من نوعيه الاكل، ان الاكل يبقى هيلثي، ما فيهوش دهون كتير، ما فيهوش مايونيز، ما فيهوش صوص كتير، كل ده هيساعد ان نسبه الدهون والكوليسترول تقل في الدم. ولو في حتى نسبه بسيطه في الاكل فاحنا هنحرقها مع المشي، فكل ده هنحاول نحافظ على عضله القلب ونحافظ على الشرايين. وزي ما بيقولوا الوقايه خير من العلاج. اوكي، ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور، شرفتينا. ميرسي.